بص يا باشا، انا قاعد بقالي ساعتين ومحدش عايز يرسيني على حاجه. هو في ايه؟ طمني. هو الموضوع مش سهل يا سيد. ماشي، قول لي الموضوع فيه ايه وطمني، وقول لي ايه المطلوب مني. احمد اخوك فين؟ احمد اخويا؟ مش عارف. انت عرفت عنه حاجه؟ مش عارف. وانت ما تعرفش هو فين؟ لا باشا ما اعرفش. احنا بقالنا كذا يوم بندور عليه مش لاقيينه. خير؟ عرفت عنه حاجه؟ اخوك اترصد على الحدود السوريه ضمن مجموعه من التكفيريين اللي اتبعوا تنظيم داعش. داعش؟ داعش. دولة الخلافة باقية. دولة الخلافة باقية. الله أكبر الله أكبر. خطوة الأمام. استعد. صوب. خطوة اليمين. مرش. بارك الله فيك، تعلمت كتير، كأنك مولود في زمن النبوة وشارب من تم الصحابة الكرام حب الجهاد. كان نفسي أبقى وسطيهم وحارب معاهم. جند الله باقينا يا أخ أحمد، وكل زمن وله فريضة من زمن الجهاد. بس نفسي ربنا يغفر لي كل اللي أنا عملته قبل كده. أنا مستعد أضحي بعملكم. الإسلام يجب بما قبله. لا تستغرب، ما حدا فينا إسلامه صحيح. الشيطان رح يلعب بعقلك ويزين لك إشي ما هي صحيحة. بدي إياك تحط الجنة قدام عيونك وتخيل حالك على الحور العين. مش عايز غير رضا ربنا عني. وهبله نفسك وحطه قدام عيونك. إما تصير دولة الخلافة الإسلامية أو أن نهلك دون ذلك. لو قولي لي يا وغدة النصرية تم، هو المعلم فود اخويا غصان من طلعت الشمس فين النهارده؟ لسه مكلمني، قال انه زمانه جاي في السكه. بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك حبيبي، والنبي تنده لي عمر تقول له يجي ياكل لقمه معانا. حاضر. الحمد لله على السلامه اخويا. الله يسلمك يا معلم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه يا معلم. الله يسلمك يا استنصره. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت بهاوي على روحي من كف امبارح. شورتك طلعت اللي هي جوازة ميسة حت ايد قلبه نار. اهي قادت يا اختي، بس ما طلتش غير عبايتي. لفندي عايز يصغرني في السوق يا نصرة. ويعني لو البت كانت باتت في فرشتك كان حيكبرك؟ ما انت عارف ان ده هيحصل كده كده. ولا عمره كان حيحصل. كان حيهر قلبه بس ويخلي سيرته في كل لسان، ولا كان هيقدر يؤمر ولا يجبر اي حد في السوق. طب اهدى اهدى يا معلم شويه. اهو بنت ليه وبنت ليه، واللي نفسه طويل بقى في الاخر هو اللي هيعوش. انت حاسبها ازاي بس يا ست الستات؟ حاسبها ازاي؟ قرش رايح وقرش جاي يعني؟ لا، لو على القرش عندنا اللي لو كلنا ما يخلص. انما ده اسم يا نصر اللي عايش بيه فوق الخل، وبعد ما اموت هيفضل فوق الخل. طول العمر ليك يا معلم، اسمع مني. لا
اسمعي مني انت بقى المره دي، احنا لازم نخلص ونشوف لها ناهيه. الله، هو انت محضر لي حاجه جديده ولا ايه؟ هيحصل وحياتك لا تفنوا صاحب الايادي. لا يا معلم، اوعك تقل عقلك، احنا اتفقنا نقهر قلبه ونجيب رقبته تحت رجلينا، بس ما اتفقناش نخلص عليه. كل وقت وليها دين. يبقى تصم ودنك عنه وتسمعني بقى، لو جرب بحقك يبقى هنفضل على حالنا، نضربه مره واتنين لحد ما نوجع قلبه، وهي العيشه بقهر ولا رميه التربه. يا لهوي، سافر فين؟ وازاي يعمل حاجه زي دي من غير ما يشوركوا كده؟ برضو يا احمد توجع قلبنا عليك. لما هو سفر يا اخويا، البوليس اللي جه خدك ده كان عايز ايه؟ اخوي كده شكله سافر، طلع باسبور من بتوع الهجره الشمال. احمد، لا حول الله يا رب، ليه بس كده؟ انت لازم تتصرف يا سيد، لازم تعرف احمد فين ولازم تجيبه. بالهدوء يا اختي، هيتصرف ان شاء الله. امتى هيتصرف؟ امتى؟ احنا قاعدين وباصين لبعض ومش عارفين هو بياكل ولا بيشرب ولا بينام فين ولا في انهي بلد حتى. اخويا لو جرى له حاجه هيبقى ذنبه في رقبتنا كلنا. هتلاقي اخويا يا سيد. ليه، واحنا عملنا له ايه؟ ضربناه على ايده ولا قلنا له اطفي صداع مستقبلك؟ اه كلنا ضربناه، بس على قلبه مش على ايده، لما خليناه يبعد عن البنت الوحيده اللي حبها في حياته. وانت يا سيد هنتو، اه هنتو قدامنا وقدام نفسه كمان لما خليته يطلقها. انت كسرته يا سيد. كفايه بقى كلام، كفايه. بالراحه بقى يا اختي، ما اخوه برضه زي ما هو اخوكي. اخوه؟ ولما هو اخوه مش عايز يتصرف ليه؟ سيد انت لو مش هتتصرف انا هروح لنصرة، وهي اكيد هتعرف تتصرف. نصرة؟ لا نصرة ولا غيرها يعرفوا يجيبوه، وكفايه كلام بقى، انا مش ناقص. ليه؟ هو فين؟ هو انت يا سيد عارف هو فين؟ مش عايز تقول. اخوكي في داعش، ارتحتي؟ الله الله، الشبح المصري سيد بوخارست، ده انت وحشني بالزاف والله. وانت كمان وحشني يا صاحبي. اسمع، انا عايزك مصلحة وقتي. عايز بضاعة جديدة؟ لا، اخوي احمد اللي حكيت لك عنه زمان قال لي بعقله ومشي ورا اولاد الحرام لحد ما وقع مع بتوع داعش. داعش؟ تحقيقات بوخارست ده حصل؟ ايوه حصل. الامن بلغني ان هو اتلقط من لبنان على الحدود مع سوريا، ما قالش حاجة تانية، ولازم اعرف مكانه فين بالظبط. ليك سكة؟ كان لي حاجة وليها سكة، ما دام حط رجله بلبنان هجيب لك خط سايره. بس في الإنجاز، مفيش وقت أبريك. أول ما أوصل لحاجة هكلمك، اطمن. ماشي يا صاحبي، في السريع. عملت كده ليه يا أحمد؟ معقول؟ أخويا أنا؟ الدكتور أحمد؟ اللي الكل كان بيحكي ويضحك عن أدبه وشطارته؟ يروح مع بتوع داعش؟ مين يصدق الكلام ده؟ الواد كان شايل في نفسه كتير، فضل يكتم في روحه لحد ما اذاه. استهدي بالله يرحمه، وادعي له ان ربنا يرد العقل. ونابه بالله، بس ده رمى روحه في النار بايديه. احمد حصل له كتير، الكل جه عليه لما غلط، مش بس كده، ده حتى اللي حبها كسرته. يقوم يعمل كده مهما كان اللي حصل؟ هو بيعاقبنا يعني ولا بيعاقب نفسه؟ ما كلنا الدنيا جت علينا وداست، ادينا صابرين ومكملين ومستحملين، ليه يعمل كده؟ ليه؟ استهدي بالله يا بنت، رب الكبير وبيقف مع الغلاب. يا رب طمنا بأي حاجة حلوة. رحاب، انت
طب خلص معه وكلمني. يلا سلام. ممكن بقى تطفي موبايلك شوية؟ طب والشغل؟ أنا الشغل. بقولك إيه؟ الكلام ده ما ينفعش هنا. ده مكان أكل عيش. شوف دماغك وديتك لفين. أنا ما فكرتش في كده خالص. شكلي كده النهارده دماغك رايقه ومزاجك في العلالي. عشان معاك وحاسه انك بتاعي لوحدي، واي حاجه هطلبها منك هتنفذها لي. هديه صغيره منك يا بخاري. مفيش حد بيطلب من حد هدايا يجيبها لي. احنا غير اي حد، احنا بنحب بعض. نفسي البيبي منك. ايه؟ انا فاهمه غلط؟ ما بتحبنيش؟ مفيش حد بيحب حد قد نفسه. فوايا كده وصحصحي بقى عشان نرجع نشتغل تاني. دي قصاد دي تحرمني منها هحرمك منه. انت بتضحك ليه؟ مش مصدق اني ممكن ارجعك زي ما كنت؟ انا مش بضحك عشان كده، عشان انت تنسيه خالص، ده بره ايدك. انا بضحك على موضوع البيبي وان انت عندك يبقى عيال وكده. غير يا موجه، هو انت فاكره اني طرحي في الدنيا ولا اكمل الاسم واسم ابويا ممكن يبقى من بطنك؟ لا، ده انت لو اخر واحده في الدنيا مش هعمل كده. انت بتقولي انا الكلام ده؟ بقول لك انت الكلام ده عشان تفوقي. ما الوجع ساعات بيصحصح. هو انت فاكره لو جبت عيل مني ولا من غيري؟ العيل ده لو طلع في الدنيا ولا ام موجه الشايب هيعمل ايه؟ ولا انت عملت ايه كويس في حياتك عشان يبقى عندك عيل؟ عملتك وانت ولا حاجه. كبرتك وخليتك في السوق، وكان ممكن اخلص عليك زي كتير قبلك. عملت مين؟ انا محدش عملني، لا انت ولا اللي فوقك. انتوا صحيتوا من النوم لقيتوني في وشكم، ولا انت نسيتي؟ ما تتجننش يا ابو خريس. انت اللي ما تتجننيش وتخليها تهب منك. اسمعي النهي، محدش فينا ينفع يبقى عنده عيال عشان اللي عملناه في الناس ما يطلعش على عيالنا. روح هاتي كده صوره بنتك وبص عليها كويس وافتكري لما كانت في حضنك جرى لها ايه وانت وديتيها فين. وديتيها تحت التراب، مش هنعيده تاني. ورحمة ابويا يا حسين، لا حطك تحت التراب. وبيتي هقول يا بابا السنين دي كلها ده ما قلتش ليه؟ ما عرفتش حد الا نصر ابو خريست ليه؟ هو انا مش بنتك برضو؟ حرمتني ليه اني اجي ازورك؟ ما تلومنيش يا رحاب، يمكن اللي عملته غلط وهو راح حضر دلوقتي. أنا كل اللي يهمني ساعتها إن أنتوا تفضلوا نضاف وراسكم مرفوعة قدام الناس. معقول أنا ليا أب وقاعد قدامي كده بكلمه ويكلمني؟ وحشتني أوي.
انساها. عارف شكلكم واتخيل صوتكم وسامعه في وداني، وياما كنت استحضركم في عقلي واتكلم معاكم. عارف كل حد فيكم هيقول ايه وهيرد ازاي. ليله الخميس بالليل في الشتاء ولمتنا جنب بعض مدفيانا، ماما كانت لسه حامل فآية، نصر عملنا صينية قرع، سيد عمال يرزيني يقولي كفاية حلو يابا، كفاية حلو يابا، خايف على صحتي، وانت وأحمد ماسكين قدام بعض، وهاتك يا واد ودل وضحككوا منورة الدنيا كلها. ياه يا بابا، ياه. كان نفسي أصرخ وأقول للناس كلها انتوا وحشيني قد ايه، لكن ما كانش ينفع، كان لازم اكتم سرخيتي جوايا عشان تفضلوا بعيد عن الحرام اللي انا رحت فيه، مش عايزكم تروحوا زي فيه. حبيبي يا بابا، كل حاجه هتتعوض، هتلمنا كلنا في حضنك وهترجع البيت ده احسن من الاول. يا ريت يا ريت يا رحاب، بس ازاي؟ هيحصل، ما تقلقش. ده انا لما شفتك الدنيا نورت في عينيا، بقيت حاسه ان كل حاجه قدامي سهله وممكن تحصل. ده انت يا بابا بعد الشر عنك انت ما كنتش موجود يا بابا، انت طلعت عايش. عايش عارف يعني ايه؟ يعني البيت ده هيعيش وهيفضل طول ما حسك بالدنيا. يا ريت يا حول، يا ريت. القهوة يابا اتبخرة بدخان الغالية زي ما بتحب بالظبط. ربنا يخليك ليها يا ميسا، طول عمرك حنينة، فرحتك مش ليكي. طول عمرك ايه وبتاع ايه؟ هو انت كمان كنت عارفة انه موجود ومخبية عليا؟ ما تلومهاش دلوقتي، ميسا ليها ليلة تانية هبقى أكلمك فيها. كلميني أنت دلوقتي، أخباركوا إيه؟ وأحوالكوا رايحة فين؟ وفين بيتك وفين بيت إخواتك؟ هحكي لك يا حبيبي، هحكي لك كل حاجة. توحشتني قوي. السلام عليكم. شاوي كده يا مولانا؟ احنا بنبتديها من اولها بالسلام عليكم والجو ده. سيبك يا عم وفكك من جو الافلام اللي بيفرجوك عليه ده. اسلام صالح او ابو حذيفه، القائد امرني اكون معاك لحد ما تاخد على الجو هنا. واخد بالي ان كل الاسامي هنا بيبقى ليها كوني. كل واحد فينا بيتكلم عن اسمه القديم وبياخد اسم من اسامي الصحابه اللي بيحس انه شبهه او فيف من تفكيره، كانك بتتولد من جديد. اشمعنى ابو حذيفه؟ ابو حذيفه رضي الله عنه كان صحابي جليل، اسلم وتحدى ابوه الكافر، كان ساعتها كبير قريش، كان اسمه عتبه بن ربيعه، ووصل بالايمان انه شاف ابوه بيتقتل في المعركه ومهمش عشان ينقذه، بل بالعكس هلل وكبر لهلاكه وموته. انت ممكن تعمل كده؟ ممكن تقتل حد من اهلك وتفرح لموته؟ اكيد مؤمن باللي احنا فيه ده دلوقتي يعني. مش قصدي ما تقلقش، محدش هنا هيعلق لك المجنون. بس انا صحيح ما عملتش كده، بس بتمنى. متستغربش، الموضوع سهل جدا. سهل ازاي؟ كل اللي دمروا حياتنا، الكفرة اللي ضلوا طريق ربنا، انت هتلاحظ كرههم في قلبك
هتعرف ان هم ضلوا طريق ربنا، وساعتها هتعرف ان هم كفار ويحق لك قتلهم ساعتها. على كده ممكن اقتل الدنيا كلها. صدقت يا شيخ احمد، الدنيا ايه غير الفرقه الناجيه اللي احنا فيها، احنا والباقيين كلهم الى الهلاك. ايه يا ولاد؟ امال فين احمد اخوك؟ انت مش قلتي لي هتكلميه؟ ولا هو مش عايز يقابل ابوه؟ مش عاوز؟ يا ريتك جيت بدري بس يومين يا بابا، كان زمانه كان زمانه ايه يا رحاب؟ كان زمانه ما سابش البيت ابدا، مش كده؟ بس الامتحانات بقى وانت عارف زنقتها، بيبيت مع الدكاتره اصحابه عشان يذاكروا سوا. ربنا معاه ومعانا. سيد ايه بعد الغيبه الطويله دي مش عايز تغيب في حضن ابوك؟ ولا النار اللي قايده في صدرك انت واختك منعاك من حضن ابوك؟ وحشنا سيد. وانت كمان وحشنا. ادلي على السلامه. الله يسلمك. اخسى عليك يا سيد، بقى تخبي عليا السنين دي كلها. خش يا بنات جوه عشان عايز اقعد مع سيد كده لوحدينا. تعال يا سيد، تعال اقعد. هي دي الوصيه اللي وصيتها لك يا سيد؟ اخواتي في عنايه يا بابا، وبيت جدالله فوق كتافي من فوق. ما فين اخواتك دول؟ نصر في ناحيه واقف الناحيه التانيه، واخوك احمد معرفش هو فين. أنا مش هقولك الكلمتين إياهم، أنا ضيعت عمري وموت روحي بالحياة عشانكم. ربك هو اللي خرجني عشان ألزمك بالوعد اللي أنت خلفته. خلفته؟ معلوم. أنا هقولك كلمة ومش هتنيها يا سيد، ابعد عن سكة الحرام يا سيد. طب شوف يابا، أنا كل سكة مشيت فيها كانت كمالة لكل حاجة أنت عملتها في حياتك. البيت ده اللي أنت بنيته وسبته ومشيت، أنا وقفت في وسطي وحافظت عليه، صنت كل حاجة فيه قبل ما أصون حيطانه. سكة الصنف رميت بيضك وروحت، وأنا برضو كملت وربطت، وصلت لكل اللي أنت معرفتش توصل له في حياتك. جاي النهاردة بتلومني وعايز نرجع؟ لا، واحد زائد واحد بيساوي واحد مش اتنين. الدنيا عجنتك للدرجة دي؟ انت ما بقتش سايب، انت واحد تاني بكيفي ومزاجي. انت حر، انما لما تجرجر اختك وراك تبقى بتمد ازاك للي مني وبتهد اللي انا بنيته عشان احميك واحميهم. الدم قصاده دم، ما فيهوش عشان. واللي وشه في النار مش زي اللي خباه بالحياه. تقصد ايه يالا؟ انت بالذات ما ينفعش تلومني. السلام عليكم. انا مش هعطلك، انا جايلك في كلمتين، ولو ما جوش على هواك يبقى انطرني حتى من غير سلام. شوف صراحة يا ابني، إذا كنت جاي قاصد مطاطية عشان قلبي يحن زي المرة اللي فاتت، تبقى بتضيع وقتك. أنا عارف يابا إن السماح صعب. لا بالعكس، السماح مفيش أسهل منه، الصعب بقى اللي بيجي بعد السماح. هتقولي معلش يابا وحقك عليا، هطبطب عليك واخدك في حضني ونقعد ننهنه زي الأفلام العربي، وفي نفس الوقت إيدك التانية في ظهري بتطعمني بالجامد. لا بناقص يا صلاح. طب انا مش هرد لك واقول يا سيد المعلمين، انا بس جاي عشان احق لك نفسي، اقول لك حقك عليا، مش عشان غلطت في حقك، بس عشان انا فعلا ما استاهلش اشيل اسمك، مع اني حاولت والله، والله العظيم حاولت، بس ملوش لزوم. وانت كنت فاهم المعلمه يا صلاح،
فاهم المعلمه قرش طاير بالحرام ولا مرضيه في خلق الله وفتحت عاشوره؟ لا يا ابني، المعلمه اللي على حق ربنا موقف رجوله وكلمه حلوه. الشمال عمره ما بيعمل قيمه لحد. بس انا يابا ما كانش قصادي غيره. ولو يا صلاح، اوعى تكون فاكر ان في حد معصوم من الغلط. كل الناس بتغلط، حتى انا برضه غلطت. بس عارف ايه الفرق اللي بيني وبينك؟ ان انا غلطي ما طالش اللي مني. عشان انت كبير وهتفضل طول عمرك كبير، وهتسامح العيل اللي جاي مرمخ سحنته في تراب جزمتك عشان تسامحه، اللي لو اديته ظهرك تبقى كسرته على حق وقويت عليه الدنيا عشان تسحبه في سكه الغلط. والله العظيم انا ما عايز حاجه من الدنيا يابا غير انك تسامحني، ومستعد اذل نفسي وابوس على جزمتك عشان توالي. لا يا ابني، استغفر الله العظيم. شوف يا صلاح، انت لما جيت لي المره اللي فاتت وقلت لي انك بتعمل اللي انت بتعمله ده معايا عشان انا حضنت سيد واخوات اكتر منك، قعدت ادور الجمله دي في دماغي، قلت ان انت عندك حق. انا فعلا عملت كده، وزعت حنيتي على خلق الله كلهم عشان اعمل اسمي وابقى المعلم سلطان اللي الحته كلها بتعمل له حساب. نسيت اهم حاجه، نسيت اللي شايل اسمي من اصله. شوف يا ابني، الراجل اللي يذل نفسه لابوه كده يبقى راجل على حق، جدع اصيل. يعني انت مسامح يابا؟ ما دام فيها يابا ابقى مسامح صلاح. يلا قوم بقى، قوم روح فرح امك. ماشي. سلام يا سلطان. سلام يا معلم صلاح. شوف يا سيد، انا من ساعة ما ربطت في دارك وسمعتك الامين بالرضا وانا حاطط تحت رجلك، فما ينفعش تحصل لقطة المؤاخذة مليش اقول لك عشان يبقى عداني العيب. عيب؟ عيب مين يا طيب؟ ده انا اكتر واحد عارفك، ده انت تبيع ابوك وتقبض ثمنه. طب لو كلامك صح، اعدي كلامها الليلة مؤاخذة وارمي في حبك. موجع شمتني من الجامد يا سيد. مصلحتك يا طيب، مجدعتك ورجولتك يا طيب، هكبرك وخليك المعلم الكبير. بس اخلص من سيد. موجه شكلها بترسم رسمه كبيره قوي يا سيد، هتغرق السوق. بس انت حبيبي برضك، ما اقدرش اعمل فيك كده. طب اسمع طيب، فكك بقى من هري النسوان ده. انا اكتر واحد عارفك وعارف انت بتحب مصلحتك وبس، ولو ان انت دورتها في دماغك وعارف ان كف السيد بخارست هي اللي الطب، ما كنتش دخلت من الباب ده. كان زمانك دلوقتي بتقيس العبايه وبتفتح مخزن جديد من بابه، مش كده؟ صح، وربنا معاك. خلاص، يبقى تعالى في العدل ورسيني. موجه وفوده مولسين مع بعض، بس محسوبك الطيب عمل المرقوقه مع فوده، خدت مراته والمصمت وقفلت عليهم فرشين الكوسة، عشان كده هو هيتجنن ويجيب رقبتي. طب ليه ما يكونش مدبر الملعوب ده هو وموجه عشان يجيبوا رقبتي وبالمره يسووا؟ اشتريت. حلو. طب اسمع بقى مني النهاية، رزيت الجوز دول عندي واعرف اتعامل معاهم، ما تقلقش خالص. المشكلة عليك انت، انت اللي اتعكشت عشان لو قلت لا هتخسرها، ولو قلت اه مش هسمع عليك يا طيب. الله، امال انا جاي لك ليه يا سيد؟ يبقى تسمع اللي اقول لك عليه. انت هتروح وتمطل معاهم في الكلام، ومش تديهم عقاد نافع، وهتقول لهم كمان انت نطرت من سكتي لحد ما اقول لك هنعمل ايه. امين؟ وانا ينفع اقول حاجه غير امين؟ امين يا سيد. تمام. جد الله. كفاره يا صاحبي. طب ورحمه الغليل؟ انا كنت خايف لافوت الدنيا قبل ما اشوفك من غير الازرق. فتح لي دراعاتك وانت بتزوق البت على رقبه اخوها، فاكرها هتطوعك؟ دخته العود اللي صالبهم في الدنيا واحد، مش ولاد جدالله اللي اتباعوا بعض. شكل تراب السجن غبش عينيك ونسك مش قادر ليه. شكل زفة الحرام اللي انت متحزن بيها دي سدت ودانك على اللي قلتهولك زمان. لو فكرت
تمس شعر من سيد ولا حد من عيالي هتويك في التراب قبليهم وبإيديا دول. بقى جاية لي مطرحي وبتخطي في خيري عشان تهدني. ماشي يا جود الله، أنا مش هزعل منك كرما لمجيتك هنا، بس أمانة ما تدوس قوي، لا تفرط مني، وأنت عارفني يا صاحبي على قديم. اعدل يا فودة، اعدل وبطل لوع. أنت متجوز البت عشان تهد أخوها، لكن خلاص كبرهم رجع، واللي نسي مقامه بعون الله نفكروا بيه وبالقوي. اتكلم عم سلطان وقت اللي في عيبك، ما تقلقش مش هزعل منك. سنة المرة دي كلام يا سيد مش هزعلك مني، كلام هزعلك من روحك. روحي؟ روح مين عم سلطان؟ وانا بقى فيا روح؟ انا سيد يا دوب. انت فاكر لما تدخل على الدخله دي هقول لك انك مش غلطان؟ لا يا سيد، انت غلطان وستين غلطان وتستاهل حش رقبتك كمان. بس خير، خير انك حاسس انك جيت على ابوك جامد وعايز تكفر عن غلطتك، ده معناه انك ممكن ترجع عن سكتك وتصلح كل اللي حصل. اصلح كل اللي حصل؟ اصلح ايه؟ هو في يا جدعان؟ هو غلط الدنيا كله بقى فوق كتافي؟ نصر تكره الدنيا وتبقى غول وابقى انا اللي محقوق؟ ابويا يدخل حديد ويخرج ما يلاقينيش زي ما اتمنى وابقى انا برضه اللي محقوق؟ والواد الصغير يرمي نفسه في النار والدنيا كلها تتكلم على البيت وابقى انا برضه اللي محقوق ابن كلب؟ هو مفيش حد محقوق لي يا عم سلطان؟ خلاص يا سيد انت صح، انت عايزني اقول لك انك صح؟ انت صح يا سيد، بس خد بالك يا سيد، الدنيا دي محدش بيشيل حد، كل واحد بيبقى معلق من عروقه. لا انت محقوق لحد ولا حد محقوق لك. اجري يا سيد، اجري في الدنيا على قد ما ربنا يديك من قوة، وشاور على اللي انت عايز توصل له. بس خد بالك يا سيد، الدنيا ما بتدومش لحد، وممكن اول انت بتجري تقع قبل ما توصل للي انت عايزه. ساعتها بقى سيد هتبقى خسرت الاتنين، خسرت روحك وخسرت اللي منك. الله يبارك فيك يا ما تهربيش من الكلام، انا مش جاي ابارك لك كنت عارفه. هي دي الكلمه اللي كان نفسي اسمعها منك. تهديني بالصوت العالي عشان ما تبكيش. ليه يعني؟ هتعاتبني على ايه؟ آه يا ولاد جد الله، جبتوا القسوة دي منين؟ القسوة ما طالبكيش انت وسيد بس، دي طالب كل اخواتك. ذنبهم ايه؟ كله اللي ده انا ضيعت عمري كله في تربيته، شقيت وكبرت وعلمت وربيت لحد ما كل واحد فيهم راح الحته اللي هو عايزها. الا أنا اللي انكسرت، مش بس من زيد، لأ منك أنت كمان يا عمو. أيوة لبحت إيدك في إيدي ودبحتوني بسكينة تلمة، قتلت جوزي. أنت بتقولي يا بنتي؟ أنت فاكرة إن أنا ليا دخل في اللي حصل لجوزك؟ ابنك ما نكرهوش. ما ينكرهاش، هو حر، لكن انا بره. طب ورحمه امك الغاليه؟ انا ما اعرف حكايه جوزك ولا اعرف حكايه جوازك ولا اعرف اللي جراله الا لما خرجت. ايه يعني هرميكم الباطل؟ اه معلوم، عشان اتسد وما تبكيش على جوازتك من فوده وترمحي في الحرام معاه. لا تعمل حساب لأب ولا الرب. كفاية كفاية يا نصرة.
كعبة أبوكي. اللي زيك يا بنتي حسرة القلب تنشفه. كنت عايزاني يا أمه؟ ابنك يا نصر؟ أو يابا لو عايز تعرف حسرة القلب بص في وشه. جدي ده اسمك ايه يا ايه؟ فهميني ايه اللي بيحصل بالظبط ومين عمل فيكي كده؟ مفيش حاجه يا رحاب. سيبيني في حالي والنبي دلوقتي. اسيبك ازاي بس؟ انت بتلمي هدومك ورايحه على فين؟ عايزه تهربي من ايه بالظبط؟ بهرب من كل حاجه كاني ما كنتش موجوده في حياتكم. انا لازم امشي دلوقتي. تمشي تروحي فين بس؟ فهميني فيكي ايه يا ايه خلاص انتهت حياتي واحلامي كلها. صراحة عارف كل حاجة واتفرج على السي دي اللي اتصور لي. سي دي ايه؟ فيديوهات وصور ليا. تمن اللي انا وصلت له صراحة مسح بكرامتي الأرض. كنت هموت في ايده. ومش بس كده زمان وراح قلب وخرست على كل حاجة. يا نهار اسود احنا اللي صبنا بس يا رب. اسود كان غصب عني يا عمر. كان نفسي اكون جنبك من زمان. ما تزعلش مني. انت عندك كم سنة؟ 14 سنة يا سيد المعلمين. وخلاص كلها كم شهر؟ بشبر ال 15. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ربنا كبير قوي يا عمر. تعرف انا كان نفسي في الحياة في حاجتين. ان ارجع للدنيا تاني وان اشيل على ايدي طرح حد من عيالي. خصوصا الغالية اللي فيهم. واهو ربنا حقق لي الامنيتين وفي يوم واحد. انا ما شفتش ابويا يا جدي. امي قالت لي ان هو مات قبل ما اتولد. ولما سالتهم عنك برضه قالوا لي مات. كانت حكايه ليها اوانها. امك ما حكتلكش حاجه عني؟ وهي صغيره قدك كده كانت تقف ورا الشيش تستناني وانا راجع من الشغل. اول ما تشوفني تروح نطه في حضني وتاخد مني الحلاوه وتجري. ما حكيتلكش؟ انا ما حدش حكى لي عنك حاجه يا جدي. معلش ما خلاص الكل نسي. بس انا ما بنساش ولا نسي اللي عملته فيا. كفايه يا نصر كفايه يا حبيبتي. عشانك أخاف عليك لو كترتي. ربنا معاكي. سلام يا عمر. السلام عليكم. سيبيني أمشي يا رحيم. لو عايزاني اعيش سيبيني امشي من النبي. حاب ما تطلعيش صوت خالص. اهدي اهدي بس اوعي تخرجي. ها حاب. ايوه يا اخويا. يا حب ابوكي فين؟ ابويا. ابوكي سؤال صعب. مالك فيه يا بنت؟ لا مفيش حاجة. أنا بس عشان مالك.
عايز اتكلم معاكي شويه. سيد سيد اقرا اقرا